دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل على يافام، شكرا على المتابعة. هذه في 90 دقيقة حتى الماضي ساعة ونص. اليوم ضيفنا بداية الماضي ساعة سمير الشفير من عام مساعد للاتحاد. نحكيه أساسا على موضوع الإصلاحات الاقتصادية اللي الحكومة اقترحتها على صندوق النقد الدولي، ونشوفوا وين وصل الحوار الوطني في علاقة بمقترحات الاتحاد. ونذكروا مع بعضنا الكلام اللي قاله نورجين طبوبي نهار 1 ماي في الخطاب اللي توجه به لرئاسة الجمهورية و لكل الأحزاب السياسية. سينو اليوم ثاني نهار في الحجر الصحي الشامل، الحجر الصحي بريفو هو يكون كونفينمون، يظهر لي كان احنا عملنا الكونفينمون. سكي سور اللي النتائج العكسية بدأت تظهر من نهار جمعة السبت. اليوم كيف كيف فما برشا أطراف ومنظمات وطنية خرجت بيانات على أساس أنها لن تتقيد بهذا الحجر الشامل. خليل أهلا بيك. أهلا وسهلا. مرحبا. أهلا وسهلا. شنو أحوالك؟ الحمد لله. شكيب أهلين. كيف حالك؟ الحمد لله. لاباس؟ الحمد لله. طارق أهلا. صباح الخير. شنو أحوالكم الكل؟ البداية باش نكون معك طارق، حديث على عصيان مدني في تونس. هذه العبارة سمعناها برشا مرات الأيامات اللي فاتوا، هات نفهموا شو الحكاية بالضبط. تفضل ستارك. اللي صاير توا هو انه القرارات اللي تمت بشكل فجئي جست 24 ساعة قبل تنفيذها وبدون اجراءات مفصلة، واحيانا بتناقضات بين الاعلان الاول اللي اعلنته ناطقة رسمية باسم الحكومة وبلاغات مجموعة من الوزارات، وبدون اجراءات تقرا حساب الناس اللي في وضعيات خاصة. هذا الكل خلق حالة من الغموض، الارتباك والغضب. غموض خاطر بعض القرارات كانت مش واضحة، ارتباك اللي كانوا فما تناقضات بين اعلانات رئاسة الحكومة، الاعلانات اللي تمت في ندوة رئاسة الحكومة والوزارات، وغضب لانه بعض الناس والمواطنين ما لقاوش رواحهم في اي شو باش نعملوا تعملونا نحن شو باش نعمل. وهذا ادى لردود افعال بدات ببيان مجلس القطاعي نتاع لوتيكا في سوسة من نهار السبت، ثم المستير نهار الأحد، ثم نابل أيضا نهار الأحد، اللي فيه إعلان واضح بعدم الالتزام ودعوة منظوريهم لعدم الالتزام بالحظر الصحي الشامل. وعلى مستوى عملي اختانا حتى من البيانات، أنا اللي يهمني في حاجتك من كي شنو صاير على أرض الواقع، الاكتظاظ ولا العباد. أولا الأسواق قالت الناس اللي في التجار في الاسواق، قالت شنو معناتها تحلون لي غران سيرفاس واحنا لا واحنا لا مشاو حلوا المقاهي في الليل. فما مقاهي البارح في بعض الاحياء الشعبيه وبعض الاحياء في عدد في بعض مدن مختلفه من البلاد حلوا في الليل. بخلاف هذاك المسيرات البارح مسيره بتاع تاكسيات في روتيكس وقع قصوا الواحد وفي الاخر خرج بيان استثناهم. أيه. يعني ما تقرا لهمش حساب كي عملوا، وهذا شو معناتها؟ معناتها انا كي نقص كياس ونحتاج انا باش طارق بيان استثنى النقل الفردي الكل. ايه النقل الفردي أيه. الكل. أيه. شكون باش ما نعرفش لشكون باش يهزوا الناس لواجات على تاكسيات أيه. على خاطر فما عموما كونتكست تاع سياق. مادام انا هاني نقول لك حاجه تو انا جاي ايه توا جيت لهنا ولا عندي اوتوريزاسيون تابع لهنا الاذاعه. أيه. المفروض اللي حوسوا في الشارع كان اللي الناس اللي عندها اوتوريزاسيون موجودين الكراهب، وفما بوان برك نتاع مراقبه في الطريق اللي انا جيت منه. وفي الاخر كي تكدست الناس وزمرت البوليسيه قالوا له ما يبرت عداه ويزيك حتى يعني البوليسيه ما تنجمش تعمل لهم عبء اكثر من اللي يتحملوه. زاد انت تحطهم في وضعيه نتاع غير قادرين على انفاذ القانون، وهذا كل علاش ناتج مش على مستوى ما فماش خطه وقرارات مفاجئه وارتجال، لا لا فما فقدان مصداقيه وثقه في الحكومه. كي الحكومه هذه هي حكومه تلقى خلسه، كي الحكومه هذه حكومه حتى كي تتفاوض خلسه وتعمل مشاريع خلسه، كي الحكومه هذه ما فماش ما يدل على ثقة. البارح رئيس الحكومة هو أعلن عدم التنقل بين المدن ولا أيه. مشى لل اسمها نتاع المنصف باي أيه. عملوا له الفيديوهات تاع قبل هذيك نتاع التمثيل، حاجة قوية برشا عنده قدرات فريمون نتاع سيت كوم في راديون جهوي معناتها كذا ينجم ينجح. جاء هكا قال له لقاها مرأة، هي صحيح مرأة زوالية وتسيتيرا قدام الكاميرا، بالله كلم لها وزير النقل باش تمشي من بلاصة أول واحد معناتها
خرق انت كي تجي كي تلقى وضعيه كيف نكاية سي نورمال باش تصير اخرها تون بعد ربما نحكيو تصريحات ناطقه رسميه باسم الحكومه. كي تجيك ناطقه رسميه تقول لك هكا بكل وضوح كي يسالوها علاش المساحات الكبرى، علاش الاسواق مسكره، الاسواق مسكره، الاسواق الشعبيه نجم يمشيو المواطنين اللي في الاحياء، والمساحات الكبرى البعيده اللي لازمها تنقل بالكهرباء محلوله. قلت لهم هي ساعه فقط لبيع المواد الغذائيه، ما شنو بيع المواد الغذائيه هي مساحات الكبرى. قلت لهم وما تنساوش اللي حتى الزواولة من المفروض يكونوا مساهمين في الشركات الكبرى، خاطر الاتهام واضح. تصوروا انت زواولة بالنسبة ناطقة رسمية للحكومة نجموا يكونوا اقتصاد تضامني واجتماعي ديزاكسيونير في الشركات الكبرى وبالتالي سيتضررون. اي اللي هو القانون مش مفعل. اي سيدي اقتصاد عادل موش اقتصاد ريعي، اقتصاد ما يتحكموش فيه كمشه صغيره نتاع عائلات وقتها. اي نجم نقول لك الموضوع انا في الاخر العصيان المدني الواقع اللي صاير ماهوش راهو من فراغ. انت كي تبدا قائد السفينه يبدا غير ماهوش بروتوتيب تاع قدوه. توا ديجا هو كهرب البرتغال في شي نهارين ولا ثلاثه في قمه بصيفته وزير داخليه بالنيابه. مش هيك القمة المهمة، أنت عندك جمعة كيف نهكة تتطلب متابعة حينية وتبدأ في غرفة العمليات في العوينة مسيبها ومشي البرتغالة. أنا بالنسبة لي اللي صاير طبيعي. باش نواصلوا الحديث في الموضوع هذايا بعد الفاصل، خاطر موضوع متشعب راه، وأنت هزيتنا للسياسي حسنة بن سليمان ما بين التصريحات نتاعها تقول اللي تنقل رئيس الجمهورية يمس من مصداقية قرار الدولة. بعد شوية في الزابينج باش نسمعوا تصريحات حسنة بن سليمان، ولكن أشارت إلى أنه تطبيق الإجراءات المعلنة بالقوة ما هوش هدف الحكومة، ولكن ذكرت أنه الإجراءات هذية فما مسؤولية جزائية بالنسبة للي ما هوش باش يطبقها. خالد الكريش يقول أنه الحكومة التي جوبهت قراراتها بالرفض والعصيان جديرة بالاستقالة أو بسحب الثقة منها لإنقاذ تونس، وعبير موسي تطالب بعقد مكتب استثنائي لإقرار جلسة عامة عاجلة لمساءلة الحكومة جستمو على القرارات هذه. بعد الفاصل باش نرجع معك شاكي بو خليل. قرارات جوبهت بالرفض من عند المنظمات، لوتيكا والاتحاد العام التونسي للشغل خرجوا بيانات قالوا لا ماناش باش نطبقوا. دونك اليوم جيت لهم تعذر من شيرة المواطن، من شيرة أخرى تلقى أنه المنظمات اللي هي عندها التمثيلية الكبرى للأعراف والعمال والموظفين تقولك ليه زادة. دونك شكون باش يطبقوا، شكون باش يطبق الإجراءات؟ احنا. يلا فاصل وراجعين. انتم تسمعوا في 90 دقيقة. مرحبا بكم الكل، شكرا على المتابعة وعلى التفاعل. رينا دي كومنتير في علاقة بموضوع العصيان المدني، إيش بيكم في الإعلام تقولوا العصيان المدني؟ ساعة قبيلة شوية خرج تصريح من عند ممثل لو جي تي تي الاتحاد في نابل، وهو ذكر هذا هذه العبارة، قال احنا كي باش تواصل الأمور هكا باش نعملوا عصيان مدني. به العصيان المدني في كلمتين شكيب. لا هو عبارة سياسية على فكرة بالمناسبة، مش عبارة قانونية، ما تلقاش معنا حاجة اسمها في النصوص القانونية اسمها حاجة اسمها عصيان مدني، فالتعبير تعبير سياسي انه نحن ماناش باش نقبل بقرارات الحكومة ولا الرئاسة ولا اللي هو وصبغته المدني. فما في المجلة الجزائية حاجة اسمها التعاصي، اللي هو واحد يرفض تعليمات ولا أوامر الأمن، بمعنى أنه مثلا أمر بيضبط شخص معين يتعاصى يقول لا وممكن يعنف ناس، فهذه جريمة خاصة في التعاطي بين المشتبه به وبين الأمنين. ولكن ما زاد عن ذلك عصيان مدني ليتردد تقديري تعبيرة سياسية على ناس لن تقبل التسليم ولا الإذعان لقرارات الحكومة ولم تقبل، والناس ما قبلوش وخرجوا وحلوا الحلوا العطار والسوق والتاكسي يخدم والدنيا الكل تخدم. مدني لأنه سلمي، عصيان مدني على خاطر تخرج انت تكمل نشاطك وتعكس القانون اللي هو هبط في الرايد الرسمي نهار 7 على ما أظن. دونك هو ما يمكن الحديث على أنه عصيان مدني بالمعنى المتعارف للكلمة إلا ما يتعمم، بمعنى إلا ما يكون في الجمهورية كاملة وفي حركة منظمة وغيره. اللي تو نشوفه فيه هو تمرد على قرارات حكومية عشوائية، هات نشوفوها بالعقل وبالمنطق. أنت سي مشيشي قلت لنا شدوا دياركم لمدة أسبوع، هل القرار علمي؟ ما هوش علمي بشهادة جليلة بن خليل الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية، قالت هذا الحجر الشامل ما يعطي مفعول إلا ما يكون بين نص شهر وثلاثة جمعات. هل هو قرار منطقي؟ ما هوش منطقي. علاش؟ لأنك وقت اللي عندك 119 وفاة في 27 أفريل، قلت لا سبيل إلى الحجر الشامل
لانه يهدم الامور الاجتماعيه والاقتصاديه. بل قبل الوقت اللي عندك 69 وفاه. بل شكيب 6 افريل التصريح هذاك، 6 افريل التصريح اللي عمله هذاك 6 افريل. باهي وقت اللي عندك 69 وفاه عملت جمعه حجر شامل. اليوم شنو اللي صار؟ انت انسان تتحرك اولا عندك القوه وعندك الجيش باش تتحرك في الخلاء والقفار، انك تدور في بلاد ما فيهاش عباد كما عملت امس، لكن هل عندك الشجاعه اليوم باش تمشي المنصب بي انهارت اللواجات الكل الدنيا فوق بعضها، باش تمشي قدام مكتب بريد وتحكي مع التوانسه؟ النتيجه شنو؟ النتيجه المنظمات اللي عندها منظورين دافعت عليهم، منظمات التجار دافعت على التجار، منظمات العمال دافعت على العمال. نمشي لسوسه نلقى الناس حاله، نمشي المستير نلقى الناس حاله، نمشي النابل نلقى الناس حاله، نمشي لتوزر الدقاش نلقى الناس حاله وحال القهاوي، نمشي لصفاقس نلقى تو مسيره قاعده قدام ولايه صفاقس، نمشي للتضامن نلقى البارح حوايج العيد واللعب وكذا تتباع. ما معنى ذلك؟ معناها انه الشعب لا يستمع الى هذه الحكومه، زعما خاطر الشعب ما يخافش من الموت، لا الشعب يخاف من الموت، بل لان الشعب عرف روحه ميت ميت، لان حكومه عشوائيه، لاني تعمل في الولايم وقت اللي ما يلزمش ولايم، لاني قاعده معناها تؤثر في نفسها على شعبها في التلقيح وفي غيره، لاني وفي وعلى عكس حكومات العالم الكل هو ديما يستشهد بالامور الدوليه والدول العظمى، راهو الدول العظمى نهار اللي تحطك في الدار فلوسك توصل لك لدارك، معونتك توصل لك لدارك، هذوما ما عطاو حتى شيء حتى من المخصصات، لانك دافع ضرائب، لانك في الدول الاخرى لانك دافع ضرائب، حتى احنا ندفع في الضرائب، تقعد في دارك وفلوسك دخلت لك في الكونفينمون، احنا ندفعوا اي احنا دافعين ضرائب، وعمناول مش معناها احنا ليه راهو تبرعنا اهليا بيوم عمل، قيمة المواطنة ودفع ضرائب في الدول الاخرى. ياسين المشيشي يوم عمل نتاعي اللي تبرعت به عمناول اهليا انا والاف الموظفين، هل مشيتوا للزواولة؟ هل مشيتوا في اجراءات مصاحبة للناس اللي فقدت الخدمة نتاعها؟ تعطيونا الناس علاش البرة تو؟ اخي الناس ما تخافش من الكوفيد، الناس زادت تخاف من الموت جوعا، وهذا هو اللي عملوه. شكيب وقت اللي انت تقول لي سامحني التاجر وقت اللي تقول له لا سبيل للحجر الشامل، مش خذا باش خذاه بالكريدي باش يكات اونتي داتي اليوم باش يبيعوا للناس اللي باش تعيط، كيفاش تخليهم له على قلبه؟ كيما هو نفسر هذا علاش الشعب التونسي، خاطر ماهوش محارب الشعب التونسي، الشعب التونسي اموره منظمه ما يعمل حتى شيء. هذا هو هذا هو المطروح شكيب اليوم، انت تقول لي بالك شي ويزمنا نلتزموا كل، لكن هاو يقول لك هو هذاك اللي عنده محل تجاري صغير، شبيه ما سكرش جراند سيرفاس؟ برا سكر لي جراند سيرفاس قالوا له بعد اجت لهي بينا نحن. انا حاب نبدا بخالد الكريشي، علاش حبيت نبدا بخالد الكريشي؟ لانه قال على المشيشي ان يستقيل. انا نتذكر لهنا تدوين عملها سي كمال العيادي. قال انا معاكم تنجموا تقولوا فيما معناه تنجموا تقولوا اللي المشيشي نصف الباس ونصف كفاء، اما فما خطيئه اسمها خطيئه اصليه لو بيشي اوريجينال، شكون صاحب الخطيئه الاصليه؟ المشيشي غدوه يقدم استقاله لقيس سعيد، شكون قال قيس سعيد ونادي عكاشه باش يسميونا عبد يعبي البقعه نتاعو وعنده رؤيه ويعرف الشمال منين وكيفاش ينجي البلاد هذية وينقذ حياه التوانس؟ شكون ضامن هذا؟ جربناه مره واثنين وشفنا معناه مآل التجربه نتاعنا، هذا واحد. اثنين انا معاكم فما برشا حاجات غريبه، ماهيش اول مره البلاد تسكر، تقول كان يفترض بعد ما سكرنا قبل، راهو عندنا توت ان بروتوكول كي نسكروا شو يصير، بمعنى اجراءات مرافقه، حاله تضامنيه، وقتاش؟ كيفاش؟ النقل لا لا صارت علينا في مارس عملناها، فكان يفترض لو فما حكومة عينيها محلولة وعندها موداليزاسيون وتعرف المآلات وقتاش تتعفن الوضعية وتقول راني باش نسكر في النهار الفلاني تتجهز للموضوع هذاك، بمعنى أنا كي نلقى وزير نقل يخرج منشور يقول راهو النقل متاح لكل الناس، هذا النقل الجماعي في كل المدن وما عادش مربوطين بخطوط معينة، وهو ما في بالوش اللي بعد أيامات قليلة باش يصير إقفال نهائي للبلاد هذية، تقول وكأنه الناس لا تجلس مع بعضها، الحكومة تحكي مع بعضها، لا فما كلمة واحدة، لا فما رؤية، فما هالمشكلة هذه. هذا 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 اثنين. ثلاثة اللي حبيت نقوله أنه اليوم اللي خارج وأنا كنت مع شخص مكتباجي صغير ديونه برشا وكمبيالاته برشا وشيكاته برشا، يقول لي أنا مكتباجي معناها نعيش من هذا، علاش أنا تسكر لي وتفتح لغيري؟ لأنه اليوم يزم يعرف المشيشي حاجة، أنه العباد توصم بالصاد المشيشي أنه رئيس حكومة العائلات المتنفذة ولي جراند سيرفاس المساحات الكبرى والناس اللي ماسك اللي قال عليهم سفير الاتحاد الأوروبي هما اللي ماسكين برقبة الاقتصاد التونسي، إذا ما يخرج
ويصلح الموضوع هذا ويوضح كيفش؟ ويدقق يدقق كيفش؟ من نوع اما يحمل الناس هذوما المسؤوليه يعطينا ارقام فما بيداغوجيا لعلاش نحن ظلمناهم الناس هذوما يقول لنا هاو كيفاش ظلمتوهم ويوفروا ويامنوا موارد رزق وفلوس واهلهم جر هذا يلزم يتحرك فيه ويلزم يعبي البقعه والا صدقني العبد هذايا لا يعبي ولا يستاهل يكون رئيس حكومه مش حتى وزير حتى نصف وزير ما يكونش. طارق باش نختموا معك في الموضوع هذايا المشيشي في خروجه وقت اللي اعلن الاجراءات قال المنظومه الصحيه ستنهار ولكن على ما يبدو الازمه توا اللي اودو لادو المنظومه الصحيه الازمه باش تولي سياسيه اقتصاديه واجتماعيه. شوف قبل كل شيء خلينا نقولوا اللي السيد يتحيل بشكل واضح على الراي العام. نعرفش انا فما رسم بياني ما نعرفش موجود ولا عملوا معز الهمامي نتاع الاختصاص اللي تبع في واحد من المختصين تبعوا في اللي هكا يعني علاقه الوفيات بالقداش هوسبيتاليزي اتسيتيرا الكورب بدات تطلع في 4 افريل نتذكروا اللجنه العلميه وقتها سربت قالت نحبوا حجر صحي شامل طلع هو علنا قال من حجر صحي الشامل غير علمي وغير مجدي. اي. وقتاش يقال الحجر الصحي الشامل؟ وري بالكورب وقت اللي سيبدا تهبط. وقت اللي بدات تهبط ومازالت جمعه وبتبيعتها عيد وقتها يقول لك هاني من بعد راني انا انقذت الارواح. بالماتيماتيك تشوفها قدامك. يعني وقت اللي سيبدا تهبط الكورب وقتها الحجر الصحي ولا علمي ومجدي. في نفس الوقت وزير الصحه شو يقول لنا؟ راهو سيدخلنا للموجه الرابعه. راو جينا راو جيونا السلالة الأخرى الجنوب الأفريقية نتذكر وقت اللي جات السلالة البريطانية السلالة البريطانية بعد تقريبا شهر بدأت الكورب تطلع سلالة جنوب أفريقية كونفيرمي في حالتين وقع الأهلين عليهم صفة رسمية قال من أفريل من أول أفريل جات وكذا ولكن ما انتشرت البريطانية باش بدأت ببضع حالات في أحدى المعتمديات في القصرين ومن غاديكا وصارت المسيرات كما تذكروا كذا اي غيزون دو بلوس باش الناس تلتزم يا طارق غيزون دو بلوس انك انت تعطي رؤيه واضحه للناس وتخليهم يثقوا فيك وقتها يلتزموا مش بانك تعاود لهم 1000 مره انهم يلتزموا كي تعطيهم كي ما تعطيهمش خطه وتبدا متناقض ومتضارب وتعمل تمييز لصالح عائلات دون اخرين وتوري اللي القرارات نتاعك لصالح فئه قليله على اغلب الناس وقتها الناس ما عادش تتبعك سي نورمال انا ما عادش تتبعك بالرغم من تمظهرات خطيره يا انا اغزر لي فما ناس تقول لنا قاعدين تدعيوا في الواحد عدم الالتزام ليه؟ أي. لا نحبوا يصير التزام لكن الشيء اللي يعمل فيه هو هاو الكورب بجاه ربي يغزر لهنا عندك بوضوح بالارقام يوريك هاوك من لو 4 افريل وقتها لو مومون ايديال بور اجير اي توا ماخر معناها حتىش لو زون دو بيك هبطت وقت عمل الحجر صح شو معناها؟ معناتها الشيء اللي كان ما نقولوش الشيء هذا باش يعاود يعملوا كي تقول لك اللجنه العلميه يلزم حجر صحي شامل جمعه جمعتين تصرف تعمل قرار والا قول لنا راني نورمال موت ونعمل حجر صحي شامل اي ما بعضنا نعمل حجر صحي شامل توا يا ولد شو اخذوا اللوم ما يمنعش ما خلوش راهو شوي من الحنه وشوي مرتبط لدين انا هل نقول لك شاهد على حاجه طارق أنه الموظفين بعض الموظفين اللي يشتغل النهار ويرتاح النهار النهار اللي يرتاح فيه تلقاه في إدارته يدور ويحوص النهار اللي يرتاح فيه تلقاه علاش قبل احترمناه علاش مارس علاش مارس 2020 الناس احترمت وتوا الناس ما تحترمش وين تسال السؤال هذا على خاطر حاجه جديده بخلاف وقتها ما نعرفوش زاده سامحني ما فماش ثقه في الحكومه بخلاف الاجهاد ما فماش ثقه في الحكومه مش ناخذ بخاطرك ما فماش ثقه مش بالخاطر اما فما حاجه انت تعتبر الحكومه هذه تستوجب ثقه كنت نلقط فيها تو ما سمعتش ولا تنزل فيها نلقط فيها بالخطيئه الاصليه نتاع قيس سعيد طارق يا طارق لو جلها اكل غطاء ولا يخطيها لم يخطا قيس سعيد اشتر البيس لا لم يخطا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه واللي تو يدافعوا عليه لا يبرروا له ومش مستعدين حتى يقولوا فيه كلمه الالتزام نتاعو الفاشل هو زاد يلعب في دوري شكيب اللي قلته مهم جدا لانه هي تضافر عوامل راه برشا حاجات مش كان عدم الثقه في الحكومه لا
فما حاجه في طبيعتنا وحاجه في الملل وحاجه في التعب وحاجه في عدم وعلى الفهم وعلى فكره وماهيش خاصه بالتوانسه راهو في اكثر من بلاد ممكن احنا ممكن عندنا ممكن احنا عودنا رقيق ماناش قادر نغطيه فاتوره وكلفه الكونفينمون وغيره راهو ساعات صف ناس يقعد تتباعد بيناتها بشكل تلقائي وعفوي ناس تتلازز وتتزاحم وكذا وغيره فما جزع فما قله صبر فما حاله من الاجهاد كي تشوف واحد في قهوه ما عرفش انا بشيشه وكذا وغيره يديرك راك ماشي للموت باش يهز الموت لعائلتك وناسك هل انه ما ثماش البيداغوجيا اللازمه اعلاميين ما تكلمناش بالشكل الكافي منابر ما تحدثتش بالشكل الكافي مانيش عارف يلا شكيب نمر مباشره معاك خلينا نعرفوا سبب غشك تفضل سي الله انا حزين باش نزيد على التوانسه على حزنهم معناها حزن اضافي مصيبتنا معناها في البنيه رفقه الشارني اللي بنت الكاف اللي عمرها 25 عام يظهر لي في عمر التشمر كما يقول ولا في عمر الورد معناها تقتلت من طرف رجلها امني رفقه محلى الاسم انا شدني الاسم برشا قلت شوف ذوق العائله والام والبو اللي سماه معناها وتخيروا من افضل وازين واجمل اسماء لبنتهم رفقه يمكن قالوا نتفائلوا خير باش تعيش اكثر البنيه باش ربي يزين معناها لقدامها اللي سماك غناك رفقه تقتلت في عمر 25 عام تقتلت بسلاح كان يفترض تعطى الامنيين باش يحميوا رواحهم وعوائلهم من غوائل وتهديدات الارهاب اذا بالسلاح هذايا يوجه الرفقه ويوجه الزوجه من طرف أمني اليوم كطفل الصغير باش يلقى روحه بين أم مدفونة في جبانة وبين بو باش يعدي بقية عمره في الحبس كيفاش بنى عقد باش يعيش الطفل هذايا أنا مستقبل أنا حياتي استحقها وجدير بيها الصغير هذا والعائلة أم في جبانة والبو في الحبس اليوم النيابة العمومية خرجت باش تقول أنا ما عليهاش حتى مسؤولية راهو الأمني هذايا تحال بحالة تقديم قدامنا ولكن المرأة متاعه أسعفته وأعذرته كتب إسقاط لا أملك إلا أني نفرج على الشخص هذا ولا نخلي سبيله ما ثماش علاش إذا طاح الكف على ظله وأنا حاضر محضر خير قلك دويو يا نيابة عمومية نجمش طفلة النيابة العمومية ومركز الأمن اللي تعاهد بالموضوع هذا من المساءلة ونحكي مش كان مساءلة أخلاقية لا حتى المساءلة القانونية صحيح فما كاتب إسقاط صحيح إلى حد ما نجم نفهم طاح الكف على ظله ولكن كان على النيابة العمومية كان على مركز الأمن أن يبلغ فورا وزارة الداخلية لأنه ثم حامل سلاح اقترف عنفا على زوجتي بالحد الأدنى يسحب السلاح هذايا من هالرجل الأمني هذا بالحد الأدنى إجراء وقائي اليوم دم رفقة اللي قتل رفقة هو زوجها القاتل وهو الوكيل للجمهورية والنيابة العمومية في الكاف وهو مركز الأمن وهي وزارة الداخلية كلكم قتلة شكرا شكيب بدون تعليق على الموضوع أظن ذايا متفقين عليه نهائيا ضحية أخرى مع العنف الأسري هذا التطبيع هذا هو التطبيع تعمل إسقاط وما نتبعوش الموضوع وتمشي الحكاية هك شفتوا وين وصلنا الله يرحمها الله يرحمها وينعمها ربي صبر عائلتها تقدبو أم يلا خليل نمشي معك مباشرة فضل خليل شيء قبل كل شيء الله يرحمها وإن شاء الله ما تتنساش القضية إن شاء الله وإن شاء الله ما تمشيش أخبار ما تتعودش كيما مشيوا قضايا متاع ناس ماتوا أبرياء في البلاد هذه وإن شاء الله اللي في يده سلاح يخمم زده وإن شاء الله أي واحد متجاوز من الأمن وغير الأمن يلقى جزاؤه في البلاد هذه لأنه الانفلاتات كثرت نحب نرجع موضوع الغش متاعي اليوم هو غش ممزوج بشيء من الفخر الوطني ديما التوانسة مع فلسطين لا بس أما اليوم أحداث القدس الشرقية وفي حي الشيخ الجراح تحديدا ثم ملحمة أخرى متاع مقاومة مدنية الناس العزل لقطعان صهيونية متاع مستوطنين ثم ملحمة أخرى وثم بوادر انتفاضة ثالثة 215 إصابة في ظرف 24 ساعة وهجوم من المستوطنين لإخراج ناس من ديارهم هذا الشيء اللي حرك مشاعر الجميع بما في ذلك الإدارة الأمريكية نفسها اللي نايبة نيومان في الكونغرس الأمريكي تدعو خارجيتها الآن إلى التحرك من أجل الدفاع عن المواطنين العزل وإجبار الصهيونية على احترام القانون الدولي أين نحن من هذه القضية؟ أنا اللي يهمني ديما
موقع التوانسة، موقع التوانسة اللي يوما ما في حمام الشط عملوا ملحمة وطنية دفاعا عن فلسطين، اللي يوما ما وقت اغتيل محمد الدرة التلامذة خرجت من لسياتها الدنيا الكل هبطت دفاعا عن فلسطين، اللي يوما ما وقت نقلت سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب للقدس التوانسة إلى جي. ولكن اليوم في ظرف جراحاتنا وآلامنا ما نجمناش نعمل حاجة كبيرة، في ظرف الوجاعة اللي احنا فيه والجحيم المحلي الموجود عنا والموجود في عديد الدول في الحقيقة اللي فقدت استقرارها وبدأت تلوج على ثنيتها بعد موجة الربيع العربي، ما لقيناش. التوانسة عملوا حاجة سيمبوليك، عملوا أنقذوا حي الشيخ الجراح في حملة إلكترونية تجاوزت تونس ووصلت حتى العالم بالعربية وبالإنجليزية. التوانسة عملوا مسيرة بالسيارات نهار 8 ماي دفاعا عن القدس في اليوم العالمي للقدس وجابت تونس الكبرى الكل. التوانسة ما عندهم ما يقدموا أكثر من ذلك، أعطوا اللي عندهم. الموقف الرسمي لوج عليه الموقف الرسمي التونسي اللي نورمالمون احنا بلد غير متبع، نورمالمون احنا بلد عندنا تقاليد حقيقيه في سند القضيه الفلسطينيه، ما نتصورش المساله تقف عند حدود مكالمه بين رئيس الجمهوريه ورئيس السلطه الفلسطينيه، ما نتصورش المساله تتوقف عند حدود انتظار مجلس امن سيحاول كالعاده ذر الرماد على العيون وسيخرج بموقف محتشم. اعتقد ان تونس عندها قدره على اكثر من ذلك، اعتقد ان اليوم ابسط حقوقنا ان يخرجونا بيان واضح في موقف واضح من موجه التطبيع اللي حاصرت القضيه الفلسطينيه واللي ضعفتها وضربت الاظهر نتاعها، موقف واضح للاسره الدوليه وتوجه للدول العظمى اللي تساند في اسرائيل وقت اللي هي الدول الذي عندها ناسها ومواطنيها واقفين الان مع القضيه الفلسطينيه. القضيه الفلسطينية وقضية القدس لن تموت إطلاقا، ولكن نحن في تونس عندنا مسؤولية مضاعفة الآن كبلد غير متبع باش نقاوموا باش نحرجوا للبلدان اللي مشات في التطبيع وباش نرجعوا على الأقل الروح للعمل العربي المشترك في الثوابت الفلسطينية. شكيب، بطلب من تونس مجلس الأمن يجتمع من أجل الوضع في القدس وقمة عربية محتملة. قيس سعيد لهنا يظهر لي قام بدوره كما يلزم. لا أنا قيس سعيد في الموضوع الفلسطيني والتسجيلات عندكم قلت ما يلزمش نخليه قيس سعيد وحده في مناهضة التطبيع، ويلزم الرئاسات الأخرى حكومة ولا رئاسة برلمان تلتحق للشد من أزر قيس سعيد في موضوع مناهضة التطبيع، لأنه رو مش سهل جي تقول رو التطبيع خيانة عندها كلفته، ولو أني عندي بعض التحفظات كما مندوبنا في الأمم المتحدة اللي كان الرجل الثاني في تل أبيب وغيره، أنت تعرف الموضوع ده، ولكن في كل الأحوال لا يجب أن يبقى قيس سعيد بمفرده في الموضوع هذا. أتمنى أن رئاسة الحكومة على رئاسة الجمهورية على رئاسة البرلمان تلتحق وتشد من الأزر نتاع قيس سعيد، تجدد من أزره لأن الموضوع هذا مهم. وأتمنى على نوابنا أنهم زادة يلتحقوا بقيس سعيد في سن قانون لتجريم التطبيع، وأتمنى ولا أتصور أن رئيس قيس سعيد لن يختم مثل هذا القانون. إذا كان فما قانون في تونس وسامحوني في الكلمة هو مثال للترهدين كما يقول طارق والنفاق السياسي، هو القانون هذا حتى حد ما يحب يعديه؟ الأغلبيات المتعاقبة الكلها مخليته في القجر والناس الكل ضد التطبيع مع الكيان الصهيوني. شكيب يقول لك لا تتركوا قيس سعيد وحيدا. أنا معاه، أما أنا نحب ندقق في الموضوع متاع القانون، خاطر أنا من الناس اللي كنت موجودين في أول مشروع قانون وتوا حتى مشروع القانون الحالي أنا من الناس اللي تعمل عليه، وهو تم صياغته من قبل التيار الديمقراطي وحركه الشعب من قبل الكتله الديمقراطيه. المشكله مش في الشعبيه، في بالي مش الشعبيه، هذيك الجبهه الشعبيه في المجلس اللي فات كل برلمان يلزمه مشروع. انا ساهمت في المشروع نتاع مجلس التاسيسي وكل المشاريع هذه تعرف شنو يصير لها، ولا خاطر اللي ما قالش علي شكيب وانا معاه في الاجدد الازر تعرف شنو مش الناس الكل ما تحملش المسؤوليه الناس الكل، فما نواب قاموا بدورهم ولعبوا دورهم وقاموا بواجبهم. احكي على اللي حتى القانون هذاك في الرف في المجلس التاسيسي حركه النهضه لم تسمح بتمرير القانون للنقاش. لماذا؟ حتى في اللجنه لماذا؟ لان كنت حاضر. علاش رفضت؟ قالت لنا باش تعملوا لنا مشاكل مع الدول الاخرى، قالت لنا باش تعملوا لنا مشاكل مع المنتظم الدولي. المشكله مش في قيس سعيد، كان يصير له قيس سعيد يصحوا ان شاء الله برك يتعدى يتناقش في لجنه، في لجنه مش حتى الجلسه العامه. دونك حركه النهضه هي الممتنعه على انها تمر القانون هذا في المجلس التاسيسي. حركه النهضه في المجلس بتاع 2014 هي التوافق نداء نهضه لم يسمحوا بمشروع الجبهه الشعبيه حتى للمناقشه في لجنه مش الجلسه العامه، في لجنه. وتو القانون هذايا انا نكد لكم بصم لك بالعشره عندما سيتم طرحه لن يتم السماح بمناقشته حتى في لجنه. الاطراف اللي عندها الاغلبيه في البرلمان طيله من 2011 الى حد الان
ترفضه. ونحب ناكد اللي هذا مش الدستره، مانيش نحكيو على دستره. انا بيدي اقترحت قانون على وزن لبنان. لبنان عندهم قانون لتجربه تطبيع داير، الموديل الاولاني اللي خدمنا عليه وانا واحد من ساهمت فيه هو الموديل اللبناني. قلنا به الدستره باهي سيدي نحطوا. قالوا لنا ما فما حتى بلاد فيها في الدستور قرارات هكا معناتها كذا والتفاصيل. عمل قانون واحد قانون، قلنا نعملوا قانون تم لا ما كذا حطوا في الدرج، رفضوا حتى باش يناقشوا في لجنه. نجم قيس عايز يشكب عليهم. لا هو قال لك النهضه ما حبتش تعديه، خافت من المشاكل. لا من عرفش عنده تفاصيل في كل الاحوال، خافت ولا ما خافتش. اقترح مشروع قانون. هو قيس عايز يعمل قانون. ما نجموش الزوز، هو موجود مشروع قانون في الكتله الديمقراطيه. لا في الجوله في الدوره هذه فما مشروع قانون. النهضه خافت ولا ما خافتش في كل الاحوال هذا يعرها. ومن الحاجات اللي تعر اليوم وبالحق تجعل الحليم حيران انك تشوف اللي في المغرب يا ابو قلب. في المغرب ملك المغرب هو رئيس لجنة القدس اليوم مطبع، واللي يحكم حزب إسلامي عدالة وتنمية. شكرا لكم أحلام العبدلي، نستقبلوها توت سويت لو زابينغ. رئيس الجمهورية قيس سعيد في كلمة ليه نهار السبت كان ألقاها ما بين الإطارات الأمنية في وزارة الداخلية واللي شق معهم الفتر في نفس اليوم، قال أعرف الكثير من التجاوزات وتواجهون الكثير من الضغوطات وأقف معكم على نفس الجبهة. هي دولة التونسيين جميعا وليست دولة أحد، دولة التونسيين، كل التونسيين، ولا مجال للتجاوزات. أعرف الكثير من التجاوزات وتعلمون الكثير من التجاوزات وتواجهون الكثير من الضغوطات، ولكن من يواجه منكم أي ضغط لخدمة أي كان فليعلم أنني أقف معكم على نفس الجبهة حتى نواجه هؤلاء، لأن الدولة ليست غنيمة يقتسمها البعض أو يرتب هذا البعض لقسمتها من جديد. لا أريد أن أطيل عليكم، تقبل الله صيامكم بمزيد من الأجر والثواب. رئيس الدولة كان نهار السبت زاد في نفس الكلمة عاود أكد على المسألة اللي قاعد يكررها مؤخرا برشا مرات في المدة الأخيرة، وأنه فما قائد وحيد وأوحد للقوات المسلحة المدنية والعسكرية. شفنا جولة رئيس الدولة في وقتها في شقان الفتر كيف ما قلنا. اليوم الناطقة الرسمية باسم الحكومة حسنة بن سليمان كانت حاضرة مع حمزة البلومي في شمس الصباح وزيرة العدل بالنيابة، حكيت على جملة من المواضيع في علاقة بالقرارات وفي علاقة ما يسمى أو ما يتداول بين ظفرين العصيان المدني وفي علاقة بالإجراءات. ووزيرة الناطقة الرسمية باسم الحكومة تم سؤالها بخصوص خرق رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي اللي رجع من السفر من قطر كيف ما نعرفه ومشى للقصرين وحضر في دفينة وسط تجمع من المواطنين. اسألها حمزة على المسألة هذه، لكن حسنة بن سليمان جاوبت هكا. كل هذا خرق لإجراءات والقرارات تاع الحكومة، من العودة من السفر لموضوع التجمع في دفينة لغيره، لكن ذاك خطر راشد الغنوشي كما تقال قبل، ذاك خطر مشيشي نجم يسافر، ذاك خطر راشد الغنوشي نجم يجي من السفر ما يحترمش إجراءات. وقتاش الحكومة باش تعطي المثل؟ هو هذا مجلس نواب الشعب مش الحكومة. أول حاجة المسؤولين تاع الدولة الكل مطلوب منهم أنه يطبقوا القانون ويحترموا الإجراءات، ولكن زادة ما نجموش احنا مش نحكي على الحالة هذه، نجموش نجي ونقولوا مثلا هذا وزير نورمال ما يعمل حجر ما يخرجش من الدار وقت اللي هو خارج باش يخدم، وإلا هو يلزم يخدم في الليل. يعني المساواة هذه متاع ليجاليتاريزم متفقة معك، متفاهمين على الأخر، يعني أنه يكون مثل في هذا الإطار هذا شيء مطلوب من أجل أنه وراه ما يقتصرش على رئيس مجلس نواب الشعب. احنا شفنا رموز أخرى اللي ما التزمتش وكان ربما هذا رسالة رئيس جمهورية مثلا أيضا وقت اللي نشوفه أنه فما تنقل وقت اللي احنا نقوله فما إجراءات أيضا، هذا راهو يمس من المصداقية متاع قرارات متاع الدولة. فهمت خليل، هاو كان احنا تور نعسو اللوجو وشكون اللي خرق القرارات متاع الدولة وشكون اللي لا وشكون اللي ناقض في نفسه وشكون اللي لا، هذا تو احنا مشكلتنا. هم الكل مخرقوا. انا سمعت زوز تصريحات بريفت نعطي عليهم من الاثنين. الاول تاع رئيس الجمهورية بصراحة تصريحه في وزارة الداخلية تيبيك برشا ونمطي جدا يا خويا، كل مرة اعرف وتعرفون به، انت تعرف والداخلية تعرف واحنا وقتاش نعرفه، أعرفوا ما هي التجاوزات وتعرفون ما هي التجاوزات، أعطينا التجاوز الأول شنو الثاني الثالث. يعني الخطاب هذا زاد ولا كيف ولا يتكرر، ولات الناس كي تسمعوا تقول راهو قاعد يتكلم ومش باش يعمل حتى شيء. هذا نحكي فيه في الصالح الرئاسي. اثنين،
حسنة بن سليمان وهي وزيرة قامت من ضمن ما قامت به أني انخرطت في المعركة مع الحزام الحكومي ومع حكومتها ضد رئيس الجمهورية. وربما هذا ما يفسر أن رئيس الجمهورية دائما يكسر لهم قراراتهم. هناك محاولة لضرب عزلة على قيس سعيد عن طريق الفريق الحكومي وعن طريق أصدقاء الفريق الحكومي وعن طريق الحزام البرلماني للفريق الحكومي، وهذا أصبح واضح. ونورمالمون هي ما تنخرطش في هذا، على الأقل حتى في مستوى التسمية، حتى في مستوى الرمزية تاع الوزارة اللي شدتها تبقى على مسافة وتحاول تكون معناها عنصر اطمئنان، مش عنصر يعني تزيد في العركة تزيد شعالها. يعني قاعد يتكلم وهوش يعمل في حتى شيء، هو خليل يقول انتباع، ولكن الانتباع طارق مشي ويكبر هذايا بالحق. قاعد يتكلم يمشي كل مرة يتكلم، مرات يبدل كلمة اثنين ثلاثة وكها ويروح. العزلة كأنه رئيس الجمهورية قاعد يعمق فيها بالخطابات من نوع هذايا والتنقلات اللي ماهيش مفهومة، معناها لي رصيده فقط كرئيس جمهورية. هو طبعا ماشيين لوزارة الداخلية، واضح الهدف متاعه هو المساج متاع قوات المسلحة العسكرية والمدنية، ما هو بيمشيش يفرض قرارات، ما يعينش شخص مشبوه في في الإدارة العامة المصالح المختصة، يمشي يشق فترة مع المديرين. أمانة نحب نرجع للتصريح متاع ما وملح تولي بيناتهم، يعني رجعت لك يمشي شق فترة ويروح ويقول كلمتين ويروح ويعاود يروح، واحنا ماناش فاهمين الحوار الوطني شفيه الدنيا شفيها. وأنا بالنسبة لي أنا خاطر فما ناس تقول قيس سعيد موضع صيع عمل الانقلاب وكمل وصيع وحطهم في الحبس وانتهى هو يتكلم مش كيف الأخرين اللي يحفروا. خلجي تول للتصريح متاعها هي، أنا عندي ملاحظة ساعة على حكاية الناطقة هذه. فما الحكومة هذه معناتها مساوئها متعدة والدرجة أن الحيرو مني مش نبدأ، ومنهم حكاية الكوميونيكاسيون اللي الرمز مشكلتها هي الناطقة باسمها، اللي هي ناطقة باسم الحكومة، وزيرة العدل، وزيرة الوظيفة العمومية والآخره، معناتها سوبرمان، وهي حكومة مصغرة، هي ربما حاجة ما تنجمش تعملها. أمانة توا تصريح هذايا هي تجبد لهم يلوم فيها يجبدلها. على عندها اكثر من حقي أي. لا على خاطر التحوير، لا على خاطر الوزراء ما حبوش، هي الدليل ان هي حكومه تصريف اعمال. كمل فكرك، هي الدليل ان هي حكومه تصريف اعمال انها تمشي تشد دارها هي والمشيش نتاعها نورمالمون، انه ما تنجمش نجموش نواجهوا التحديات هذه في ظل تواصل الازمه هذه، والمعينين يمشوا على رواحهم، المنتخبين يقعدوا على طاوله ويحكيوا مع بعضهم، هذا هو المطلوب. لكن نحب نرجع لحكايه الكوميونيكاسيون. انا سمعت نهار الخميس صار شقان فتر لما السيد مستشار الاعلامي الجديد بعض رؤساء التحرير، يبدو نحن غاضبين علينا اونت بارانتيز الكرونيكور بتاع الوحده هذه، والا مأيسين منا يعني، حتى كان يعملونا شقان فتر ويعطيونا كسكسي وجلبانه وسسمه زرير، ما استدعاكم حد بالله العزيز اللي هو ما استدعاكم حد انتم دقيقه واحنا معاكم، حتى يعطيونا هذا كل باش نواصلوا ناس بخلاف انه مش بشيء. السيد المنجز استدعاوك بالشق الفطر، حتى انت بالله العزيز لو مستدعيك حد في تونس اقعد هكا وما حشتاش يستدعيونا، لان ما نحبوش ما نحبوش. يلا يلا الحاجه اللي نحب نقول عليها اللي الفشل غير عادي. انت تسال فيك على رئيس مجلس النواب، انت خايفه لانه الاغلبيه البرلمانيه تنحيك من بلاستيك، هذاك علاش ما نتقدش حتى كلمه، هو يسال فيها رئيس مجلس النواب عاود لها مرتي ويتقول له اي اما راهو رئيس الجمهوريه، يعني ناطقه باسم حكومة تصريف أعمال فاشلة، من غير ما نذكر بك موضوع آخر. شكرا تاع سيسمو اللي كنا نحكيو عليه، مكثر مواضيعك يا طارق، الزويلة هما اللي زكسيونير، هما اللي زكسيونير تاع المساحات الكبرى. شكيب شكيب بالصدفة اليوم، والله بالصدفة ما تقاطعوش طارق، وقعت على كلمة اسمها نيو سبيك. بالصدفة النيو سبيك هذه نلقى تعريفها أنه لغة مليئة بالاستعارات والكلمات الطنانة التي لا معنى لها. هذا نيو سبيك القيس السعيدي، معناه لا معنى لها، كلام فارغ دو ديجا فو. الشخص هذا حتى باش يجدد في كلمته، باش يعمل لنا افكار، ما يحكي على افكار جديده، حتى لغه جديده تحمل افكار جديده، معاني، حاجه تعبي تاثر، حاجه ممله على ممله على ممله. هذا فيما يهم هاللغه الخشبيه للرئيس قيس سعيد اللي ما تحركش. فما اللغة تعبي وتحرك وتسيل الدمعة وتحمس وتبدأ فوران هكا وقومة وفزة وفزعة،
فهم شيء حاجة باردة بارولي 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 ليتو باردة سردة. المهم هذا في مهم الرئيس قيس سعد. نقطة موالية هذا مش جديد. عنا حاجة اسمها ديفيسيت ديكزومبلاريتي في البلاد، عنا نقص متاع القدوة الحسنة في البلاد في أكثر من حاجة. ويبدو لي أنه هي أعدل الأشياء قسمة بين رئيس حكومة على رئيس برلمان على رئيس جمهورية. تمشي وزارة داخلية اشتر كلمة على اللوباء وعلى البلاء ما تقولهاش، والله شيء يخليني حزين برشا. دقيقة مع خلود واصلين معكم في 90 دقيقة. التصريحات السياسية في زابينك. لا تغيير ولا تبديل في الخط السياسي للحزب، هذا ما أكدت عليه رئيس الحزب الدستوري الحر عبير موسي بعد استقبالها للسفير الأمريكي بتونس ولأول مرة دونالد بلوم نهار السبت في مقر الحزب. نسمعه عبير موسي. قبل هذه باش نحل قوس صغير، باعتبار أنه كلكم تابعتوا البارحة الزيارة اللي قام بها سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية لمقر الحزب الدستوري الحر، وشفت تفاعلات في الفيسبوك وشفت ردود أفعال. جست نحب نقول لكم في إطار تواصلنا كالعادة وفي إطار الشفافية اللي بيناتنا أنه كنا كما عاهدتمونا صوتكم العالي ومواقفنا اللي تعرفوها والمعلن عنها في كل خطبنا في كل مداخلاتنا في كل نقاطنا التنويرية، لن تتزحزح قيد أنملة. مواقفنا هي نفسها، خطنا السياسي هو نفسه، قناعاتنا هي نفسها، هذه منظومة خراب ودمار ولا بد أن ترحل. نسكروا القوس باش حتى حد ما يحط في مخه كأنه فما لقاء فيه تغييرات من ناحيتنا احنا على الأقل. خليل أمريكان الأمريكان كان جاء حزب آخر ولا رئيس كتلة آخر قابل الأمريكان. يا خليل راك متغشش، وجه أحمر وجه تفضل. وكان اللقاء هذا تم كيكا نقول لك، اما يلزم نعرفه زيدا ويلزم الناس تعرفوا اللي يسمعوا فينا يعرفوا انه هذا ثاني لقاء، انه بعث المساعد نتاعو السفير قبل ذلك ورجع المساعد نتاعو روح، معناها امين عام مقابل امين عام، رئيس حزب مقابل سفير، هذا يلزم نفهموه. اثنين، ما تغير حتى شيء من السياسات، وهي قالت انه احنا قلنا الامريكان نحترمهم دوله صديقة ولكن ما عندهمش الحق. أنا سمعتها، أنا سمعتها في اجتماع السفير، أنا سمعتها، أنا سمعتها. لكن حتى واحد، حتى واحد ما عنده حق يدخل فينا، هذا اللي قالته واللي ما تنزلتش عليه. النورمال أنه حتى واحد ما يدخل فينا، اللي مش نورمال حاجة أخرى تناقشوها. يعني اللي قالته الكل منطقي، واللي عملته تعمل فيه الأحزاب الكل. أنا صحيح ماهيش فخرة راي دوران على السفراء ودوران السفراء على المقرات، عمره ما كان فخرة، ولكن احنا لازم نعرفوا زادة في تونس وهذه وضعيتنا. الفرنسيس لاهين مليح، الأمريكان واللي يحبوا يلعبوا دور سياسي أقوى في تونس، وهذا ظهر من خلال لقاءاتهم مع الأحزاب الكل، ويبدو أنهم أيضا داخلين على خط الأزمة السياسية وقاعدين يحبوا يفرضوا متغيرات معينة في البلاد، هذا لازم نفهموه. ولكن اللي عمله الحزب الدستوري الحر هو إجراء بروتوكولي تعمل فيه الأحزاب الأخرى الكل، إن شاء الله نهار عملوا لنا مشروع قانون باش الحزب الدستوري ماشي قابل السفراء ويقابلوهم كل الأحزاب الأخرى. وقت الأزمات الاقتصادية والسياسية هو الأزمات الأول وفي مقر الحزب مش في السفارة الأمريكية، في مقر الحزب، والسفير مشى قابل رئيس الحزب مش مساعد السفير، مشى قابل رئيس الحزب. وقت الأزمات السياسية والاقتصادية الرأي العام يبدأ يتابع بها شاشة نوعا إلي فولنيرابل، معناه يقول لك السفير باش يكلم اي حزب وخاصه حزب يكون عنده وزنه في البرلمان سكو باش يدخل فينا. لحظه طارق شكي. لا نحن اللي كان يحكي فيه طارق بكري خطاب صفاقس انا فاجئني، معناه وقف لي مخي، لاني رافي في عبيرك السياديه الى ابعد حدود، بمعنى انه ما نخافوش من الامريكان وقولوها بشكل معنى صريح وعلى رؤوس الملأ. شعره الاقل طز في امريكا شعره عندنا ناس يخافوا من الامريكان، الناس كل ما تخافوش نورمال ما نخافوش، كزت خمرت شويه راي قال طز في الامريكان. انت شو تتوقع من هذا انه قطيعه انه مش يجي وجه للعبير في وجه سفير امريكا؟ اذا بها أو اليوم نحكيه على الاحترام والعلاقات والتاريخ والجغرافيا وال ورانا عند مواقفنا والتنويريين وهلو مجر، هذا يعتبر إلى حد ما تراجع تسميه واقعية براغماتية كذا وغيره، ولكن هذا التراجع على خطاب
على خطاب صفاقس، ويمكن عودة زادة هي ما تعرفش خاطرها بالمناسبة، عودة التقاليد الحزب الدستوري. حزب الدستور شنو التقاليد؟ ولا بورقيب؟ بورقيبة معروف من علاقاته مع الأمريكان، علاقات متطورة جدا، عمره ما مشى الاتحاد السوفيتي، كان يضغط حتى بالأمريكان على الفرنسيس، معروف هذه تقاليد. فخطاب صفاقس أنا قلت عملت قطيع مع عراف والتقاليد البرجيبية، المرأة هذه مش عمل قطيع مع الأمريكان. يلا سكر بحاجة. راهو اليوم أي لقاء مع الأمريكان والنجم نأكدها لك، خذها معطي مستفز للجزائر، وشوف الصحافة الجزائرية كيفاش تحدث عن الموضوع هذا. أحسنت كي قلت لي هكا. أما حاجة واحدة نذكرك بها شكيب، اجتماع صفاقس قال فيه هذاك الكل صحيح، لم يقع فيه وكان وقع فيه أعلان قطيع مع الولايات المتحدة أو أعلان حرب على الولايات المتحدة، ونقول لك رأي تراجعت، ما تراجعت في حتى شيء. قالت احنا دولة تجمعنا بها علاقات تاريخية، اما في كنف الندية ونورمال مول كلنا كاك. انت ديجا قلت نستفزوا الجزائر، عاد ما اكترش من استفزاز الجزائر الاحزاب اللي مش فقط تقابل السفير، تشكي لامريكا وتبعث في الرسائل لنيويورك تايم والكذا ويجاونا وراو مش ترجع لنا الفاشية وكذا. عاد خلنا نحكيو عليها في الكل التوالي، زيد حكينا على الخطاب اللي توجهت فيه عبير للسفارة الامريكية كيفاش تحكموا في تونس. زيد حكي الخطاب هذاك زاد بالمناسبة. الأمريكان أنواع راهو في السياسة، فمجموعة المراكز الاستراتيجية والمراكز متاع الدراسات اللي محسوبة على التيارات الإسلامية، وفما من يحسب على التيارات التنويرية الديمقراطية. التراجع التكتيكي وين هنا في كلام عبير موسي؟ ليه هي الخطاب نارش الخطاب متاع صفاقس، أنا ما حاطينهش يدولي في المنعش اللي حاطينه في زابينج ولا أما قذيفي. قذيفي معناتها دخلش ليه متاعها كذا وامريكا ولا كذا، يعني فما كان واضح فما تصعيد، وهي نفسها يبدو بعد معناتها ما كانتش مرتاحه لك الواحد هذاك، حتى ما تصورش قالت له كي قبلت له نحن لن نخاف منكم، خاطر فما خطاب تصعيد ليه يتوقع منه بعد لقاء، معناها ما نورمال مو يقعد تجنب اللقاء. وراهو مش كان هي يمشيوا لها السفراء في مقرات الاحزاب، السفراء يمشيوا بكل الاحزاب يقابلوهم في مقراتهم. المشكله وين؟ هي تزايد على بقيه الاحزاب في علاقتها بالسفارات، بخلاف هي سليله نظام كانت علاقاته بالاطراف الدوليه. ما تقوليش علاقه معناتها كوريا الشماليه بالاطراف الدوليه، هي منصاع كان بن علي في استراتيجيه دوليه امريكيه، حتى كي يعملوا الوسطات يقولوا عمل لي وسطه مع القذافي، هما يقولوا له شنو يعمل من قبل، ما دونك ماهوش دونك هي جايه سليله الوضع هذاك. النقطه الثانيه تو اللي هي مساله السفارات، السفراء قاعدين يتحركوا، السفير الفرنساوي مثلا قاعد يتحرك، وهاني معطى وهذه على مسؤوليتي، السفير الفرنساوي قاعد يدور ويدعو الاحزاب انها تدعم هشام المشيش. انا قاعد نسمع في الحزام يقول للاطراف ويبداوا يسبوا في الاطراف، يا صبيحيه يا اللي بيكم يا اي نعلمكم يا سيدي، فرنسا اكثر طرف داعم لحكومة المشيشي ومش مكبشة فيه. لماذا؟ مكبشة فيه. علاش؟ ما هي الأسباب؟ ما هي الأسباب؟ بشوية أي أي بخبر عش وقت يا طارق. لا خيار يقول له ما عندكمش خيار. فما كان هذا يا ولدي هذا باش دخلنا في حيط، ما فما كان هذا اقعدوا معاه ما تنساش شدوا صحيح معاه. وما تنساش الفرنسيس راهم حماية ماهمش احتلال. أي 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 لا احتلال بالنسبة لي أنا. شوف شوف الاحتلال بالنسبه لي انا تونس تو عندها سنين. شوف شوف الليل عزيزه اللي عرفتوا مكزوز الخرنانه نخرجوا باستنتاج ينقروهاكم طارق وشيكي نخرجوا باستنتاج خلود واضح. خلينا نطرحوا الناس كل ما بعضنا، تونس عندها سنوات الله تو والسفارات الاجنبيه ترتع فيها والاستخبارات الاجنبيه ترتع فيها وموت الزواري تو نتذكروه انه تلفزه اسرائيليه تصور هنا في قلب لافوني. هات نعملوا حاجه، ما الناس كل وطنيين ويحبوا سياده وما يحبوش على بعضهم. هات نعملوا سيدي مشروع قانون، هات نعملوا اي حاجه اتفاق انه حتى حزب ما يقابل السفاره الا بضوابط معينه وبالعوده الخارجيه وكذا. اكثر من هيك السفارات ما عندهاش الحق تقرير. انا مع كل حزب سهلة. كل حزب يقابل طرف رسمي اجنبي يكتب تقرير ويبعث له الخارجيه نتاعو يقول رانا قابلنا ودفعنا عليه. فما حاجه تنجم تختار ما تقولين، اما تقول راني قابلت الطرف الفلاني وهاو الراي اللي دفعت عليه. واضح جدا احلام عنا اكس خي لما حالة اشار له طارق قبيله نجم نسموه بسرعه. اي عنا هيكل المكي يحكي على زياره رئيس الحكومه للبرتغال زياره عمل، نسمعوا هيكل المكي. هي كل عام تصير الاجتماع هذا، كان ديما تتمثل تونس بمدير عام الامن وشخصيه امنيه كبيره، سي هشام المشيشي يخلي البلاد في حاله ازمه كما هكا واحتقان كما هكا ووباء تقريبا نحن الاوائل العالم من حيث عدد الوفيات، ماشي يخلي البلاد شاعله كما هكا وماشي يحضر لي في مجلس تقني على موضوع الامن باش ينجمش يقدم التزامات اخرى لتونس حتى يبقى هو. اي شكيب. شوف انا عندي مشكله مع هيكل مكي، مشكلتي مع هيكل مكي هي انه
نجيو نميلوا مع شخص ونحجبوا مسؤولية شخص. يفترض هذا يتقال كل الناس، يتقال الهيكل المكي، يتقال الحزب متاعه، يتقال للبرلمان، لرئاسة برلمان، للحكومة، رئاسة جمهورية. إذا نحن في بلاء وفي مصيبة كنا معنيين بأنه نلقاو حل، أما لأني في إطار تصفيه حساب فنغمض عيني على اللي يعمل فيه قيس سعيد ومنحل عيني كان على اللي يعمل فيه شاب مشيشي، عرفتك عين الرضا وعين السخط، عين الرضا عن كل عيب كليلة وعين السخط تبدي المساوئة. ما يجيش خلي أنا تو مش أحكيش مع رئيس حكومة، نحكي مع الجندي اللي قال أنا ما نزرتيش. يعني تسيب البلاد في وضع كيما هكا، الدنيا سايبة، الناس فوق بعضها، الشر والشمنتر والجوع والمشاكل والكوفيد وماشي البرتغال، ما تنجمش تأجل الندوة اللي ماشي لها؟ ليه هذا هو السؤال؟ أو هو قبل ما يمشي ديجا عمل بطولة كبيرة، مشى في مدينة خالية قدام سوق منصب بي القامرة وصلها، هذيك المأثورة الوطنية اللي عملها قبل ما يطلع للبرتغال. هي احنا تو هاو محصورين احنا وفي المشاكل وفي العصيان وكل ليلة، ايش باش تعمل انت؟ شكرا خليل، ولا ماكش رئيس حكومة؟ شكرا ليك، شكرا ليك خليل، شكرا أحلام، شكرا شكيب، شكرا طارق سمير الشفي ضيفنا بعد الأخبار من عم مساعد الاتحاد العام التونسي للشغل. خلينا نشوفوا الاتحاد شنو موقفه من المسائل هذه الكل.